مستحيل تبقاي تشريهم من اليوم، غادي تولي تحضريهم في المنزل ديالك بخطوات جد بسيطة والنتيجة رائعة، غادي يزيدوا بنة ولذة الأطباق ديالك. ما عليك إلا تكملي الفيديو من الأول حتى الآخر. السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكون أحوالكم كلها على خير وفيديو جديد. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوني كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على الزر الأحمر وفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. وإلا كنتوا متتبعين أوفياء كنشكركم بزاف على حسن المتابعة. خليوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو ويلا نبداو على بركة الله. وغادي نبدا اول حاجه بالربيع. خديت هنايا الربيع يكون طري ويكون من الافضل بلدي، كتكون النكهه ديالو مركزه. خديت هنايا كميه كبيره باش نحضر به البودره ديال الربيع اولا البودره ديال قزبر ومعدنوس، وفي نفس الوقت غادي نحضر حتى طريقه اخرى اللي غنحتفظ بها غير في الثلاجه. فخديت القزبر ومعدنوس عندي هنايا مخلطين، كنحاول نزول ليه العريشات ديالو، كنخلي غير الاوراق ضروري باش هكذا ما كيبقاوش باينين. من بعد غسلتهم بالماء والخلط طبعا مزيان، خليته يتقطر شويه فوق في الشبكه، وخديت واحد اللاطه اللي تكون كبيره فرش عليها ورق الفرن، وغادي نستف فيها الربيع. يكون طبقه اللي هي رقيقه، حاولوا انكم تستفوه مزيان بحال هكذا، ما تخليوهش فوق بعضياته، وغادي نخليه ينشف جانبا. بالنسبه للكميه اللي بقات ليا فدرتها في لاشواغ وطحنتها مزيان. بالنسبه لهذا اللي كنحتفظ به فما كنحيدش ليه العواد ديالو، كنديرو بالعواد كيف ما هو، يعني كندير الربطه كيف ما هي صافي، وكنطحنها وشوفوا معايا النتيجه كتطحن مزيان. بالنسبه للاخوات لاشواغ الالكترونيه راها باقا متوفره في ستوك وفيها تخفيض رائع، فما ترددوش انكم دوزوا لا كوموند. الفيديو غتلقاوه في اول تعليق فيه بزاف ديال الاستعمالات وكذلك الشرح. خديت هنايا الربيع وضعته في بواطه اللي تكون نقيه ديال الزاج، ودرت عليه واحد الكميه مهمه ديال زيت المائده، ماشي زيت الزيتون، ما كنزيد حتى شي اضافه اخرى، كنخليه غير بحال هكذا زيت المائده، وكنسد عليه. راه كيبقى ليا اسبوع حتى 10 ايام غير في الثلاجه، كيبقى المذاق ديالو رائع وما تحتاجوش ديروه في المجمد. غندوزو مباشره نحضروا الاعشاب المنسمه، خلطه اللي ممكن تخدموها في بزاف ديال الاشياء وبزاف الاطباق. اول حاجه خديت الازير، الا لقيتو ازير بلدي كيكون افضل، نقيته مزيان. خديت هنايا الزعتر حتى هو الا كان البلدي مزيان، غادي ندوزو في الصفايه باش هكذا كتكون فيه الغبره، تحيد من الغبره، وغادي نقيه ضروري حيت كيكونوا فيه العويدات و كيخليو المذاق كيتغير. غادي نقيه حتى هو، نخليه جانبا، غنقي كذلك الزعتره. لما غادي نطحن هاد الاعشاب هادو ضروري ما نسخنهم شويه في المقله باش كيطلقوا الجهد ديالهم وكيجيو زوينين. المهم انا عندي الزعتر، انا درت عيني ميزاني صراحه ما خديتش قياس. الزعتره هادي ديال الجبل صورتها خطيره، هذا الازير والوريقات ديال الرمل. ما غاديش ندير كلشي حيت مجهد شويه، غادي نديهم ونجيبهم في المقله، نحركوهم وما نخليهمش يتحرقوا، خاصهم غير يتصهدوا شويه. صافي غادي نطفي عليهم ونخليهم حتى يبردوا تماما، ما غاديش نطحنهم هما سخونين باش ما يعرقوش ويطلقوا يعني يغملوا، خاصهم حتى ينشفوا. صافي التخليطه ديال الاعشاب راهم بردوا، خليتهم حتى بردوا على خاطرهم، وغادي نبدا نطحنهم. غادي نطحنهم غير في هذا الروبو هذا حيت ما بغيتش نطحنهم مزيان، خاصهم يبقاو شويه حرشين، خاصهمش يكونوا كي كنقولوا لهم حنايا هنايا يعني ملكوكي. غادي نطحنهم غير شويه، عرفتي واحد الريحه طالعه منهم راه شي حاجه شي حاجه واعره بزاف. غادي ندير غير كميه بكميه باش ما يتطحنوش ليا دوك اللي لتحت، يتطحنوا اكثر من القياس. صافي هذا هو القوام اللي بغيت، كما شفتوا كيكونوا حرشين شويه وما مطحونينش بزاف. وغادي نديرهم في قريعتكم ديال الزاج طبعا ضروري.
وخلطه الاعشاب المنسمه اصبحت موجوده، ما تحتاجوش تشريوها نهائيا من على برا، كتجي نفسها او لا احسن. غادي ندوزو مباشره باش نحضروا بودره البصل. انا غادي نستعمل البصل الاحمر، ممكن تستعملوا البصل الابيض، هو اللي متوفر، يعني هو اللي كيتباع، ولكن الا جربتوا البصل الاحمر غادي تشوفوا واحد النتيجه خطيره، واحد اللذة فيه راه ما تصوروهاش، كيجي لذيذ بالبصل الاحمر. كنحاول هنايا نقي غير ديك القشره اللي كتكون من الفوق، قشره رقيقه كنحيدها، نحيد الا كاينين شي شوائب فقط، يعني ما تحاولوش تحيدوا القشره كامله باش ما تضيعوهاش. من بعد غادي نغسل البصله، غادي ندوزها في هذا الموندولين، اولا ممكن انكم تقطعوها غير بالسكين، الاهم انها خاصها تقطع شرائح رقيقه. انا هذا الموندولين صراحه كتنفعني بزاف، بزاف ديال المرات كيجوني اسئله عليها، هذه راه ما خديتهاش، كنت شحال هذه جاتني واحد لاشوه وكانت معاها هذا الموندولين، هذه راه كيجي معاها شي ثلاثه ديال الريوس وبقات عندي من تما، يعني ما شريتهاش هكذا بوحديتها، راه كيتباعوا باشكال اخرين، اولا ممكن تقطعوا غير بالسكين دقه دقه، يكونوا شرائح اللي هي رقيقه باش ما تاخذش لكم بزاف ديال الوقت في التجفيف، حاولوا انكم ترقوا الشرائح ديالكم ما امكن. غادي نستمر هنايا حتى نكمل الكميه ديال البصل اللي عندي كامله، غادي نقطعها شرائح بحال هكذا رقاق، بحال الا بغينا نصوبوا التفايه، يعني دوك الشرائح ديال التفايه تماما. من بعد كنبدا هكذا كنهرسها باش كنخرج منها الماء اللي تيكون فيها، وكما كتاخذش بزاف ديال الوقت في التنشاف، غادي نهرسها مزيان مزيان، دعكها مزيان مزيان باش نخرج منها الماء. خديت لاطه اللي كتدخل الفران، فرشت عليها الورق ديال الفرن، وغادي نفرش فيها البصله، تكون طبقه رقيقه، من الافضل انكم توزعوها بطريقه هكذا رقيقه، دخلوها الفران يكون سخون ولكن مطفي، وخليوها حتى كتنشف، ممكن تنشفوها غير على برا صافي. غادي ندوز هنايا باش نحضر الثومه بودره وكذلك معجون ديال الثوم. خديت الكميه الاولى غادي نحضر بها البودره ديال الثوم، غادي نحيد ليها غير القلب ديالها، ما غاديش نزول ليها القشره. سبق ليا كنت كنحضر الثومه بودره ولكن كنزول ليها القشره، وهاد المره جربتها بدون ما نزول القشره، فصراحه كاين فرق كبير، كيجي المذاق ديالها مركز مركز بزاف، فما كاينلاش تزولوا القشره لان كيجي فيها المذاق احسن. صافي غسلتها مزيان من الغبره، وغادي ندوزها في لاشواغ، غادي نطحنها مزيان، ممكن انكم تحكوها ولكن كنفضل لاشواغ حيت مسربيه صراحه، ما كتاخذش الوقت، غير هو ما تطحنوهاش بزاف حتى كتطلق الماء ديالها وكتعجن، فقط بهذا الشكل هذا اللي غتشوفوا معايا. خديت اللاطه اللي كتدخل الفران، وضعت فيها ورق ديال الفرن يكون نوعيه جيده باش ما كتلتصقش لكم فيه، اولا دهنوه بالزيت الا كان كيلصق. صافي شفتوا معايا القوام ديال الثومه، راه غير كتهرمشوها ماشي كطحنوها بزاف. صافي غادي نوضعها هكذا في اللاطه، نحاول نبسطها حتى هي طبقه رقيقه ما امكن، باش هكذا ما كتاخذش الوقت بزاف تنشف، وكندخلها الفران يكون سخون بزاف ومطفي، ما تشعلوش عليها الفران باش ما كتحرقش، اولا ممكن تنشفوها تحت اشعه الشمس، اولا غير في الظل، راه كتاخذ تقريبا ما بين 3 ايام و 4 ايام حتى كتنشف تماما. الا نشفتوها بهذه الطريقه هذه كيجي المذاق ديالها افضل من انكم تنشفوها في الفران، الصراحه كتجي بحال الا تحمرات والمذاق ديالها شويه كيتبدل. انا خشيتها في الاول في الفران، ومن بعد خليتها تنشف غير على برا. غادي ندوز باش نحضر معجون ديال الثوم، وغادي نحتاج انني نقشر الثومه، طبعا غادي نستعان بالهاشواغ جديده الالكترونيه اللي متوفرنا عندنا في المتجر الالكتروني. هاد لاشواغ هذه جديده، موديل واعر، فيها البروغرامات واجدين، كيجي معها اكسسوارات ديال التقشار ديال الطحين، شي حاجه اللي زوينه الصراحه، فكتنفعني في التقشار ديال الثومه، تفسخ ديال الحمص، تفسخ ديال اللوز كذلك. البروغرامات ديالها واجدين، كطحنوا فيها الخضره، طحنوا فيها اللحم، الدجاج، تخلطوا فيها ليك لا كريم، مهم استعمالاتها كثيره، كاين فيديو بالتفصيل اللي بغى يشوفه، واللي بغى يدوز لا كوموند فكاين الرقم في اول تعليق. صافي هنايا الثومه كيف ما شفتوا راها تقشرات بكل سهوله بدون مجهود،
وفي نفس لو بول غادي نصوب المعجون ديال الثوم. الطريقه سهله جدا، غادي نستعمل هذا الموس هذا لانه عندي كميه غير قليله هنايا ديال الثومه. المكون اللي كنزيد عليها هو زيت المائده، الزيت العاديه. هنايا كانت عندي الزيت قليت فيها البطاطا، فهاد الزيت هذه ما كنرميهاش، غادي نستعملها للثومه. فيها النشا ديال البطاطا، غادي تحافظ ليا على الثومه تبقى في اللون الابيض ديالها. صافي، وغادي ندير عليها الغطاء، ما كنضيف عليها حتى شي اضافه اخرى، لا ملح لا والو، باش كتبقى ليا في نفس يعني ما كيتغير ليها لا لون ولا مذاق. وغادي ندوزو نطحنوها. غادي نخدم لاشواغ دائما في لو مود ديال الخضر والفواكه، ساهله بزاف الاستعمال، راه ملي كتولفوها عرفتوا راه ما كتبقاوش تهزوا لهم. صافي، غادي نختار هنايا الخضر والفواكه، هو هذا كيشعل فيه الضوء. صافي، وغادي نخدمها. صافي، كتحبس بوحديتها عارفه اش كدير. صافي، الثومه ديالي ها هي طحنات ما شاء الله كما كتشوفوا، يعني بحال الا جلست كنحكها حبه حبه في الحكاكه الرقيقه. ما شاء الله الطريقه راها مجربه ومضمونه. غنديرها دابا في شي بواطه. بغيتو تزيدوا تطحنوها اكثر من هكا تولي لكم عجينه، ممكن. انا كتعجبني هكا تبقى شويه بحال الا محكوكه، يعني كيعجبني داك القوام ديالها بحال الا محكوكه. صافي، الثومه ها هي درتها في البواطه، كنسد عليها وكنخليها في الثلاجه، راه كتبقى ليا حتى 3 شهور بحال هكا بيضه، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. انا هاد الطريقه راه ديجا حاطاها معكم في القناه شحال من مره، طريقه معتمده. كتهزوا القياس اللي بغيتوا، ديك الزيت كتحافظ عليها، كتخليها تبقى في نفس اللون، المذاق ديالها ما كيتغيرش، الريحه ديالها ما كتغيرش، وكتكونوا اقتصدتوا على راسكم بزاف ديال المجهود. القزبر ومعدنوس من بعد ما تنشف خاصو ينشف مزيان، يبقى يتخشخش كيف ما شفتوا. غادي نستعمل هاد الطحانه ديال المطيشه او الطحانه ديال السردين باش نطحن بها هاد الربيع، لانه الا طحنته بالروبو كيخرج بحال الغبره، بحال يعني كيجي مطحون بزاف بزاف، فما بغيتوش يخرج مطحون، بغيتو يخرج بحال اللي كيتباع تماما، كيجي بحال هكذا الشكل ديالو يعني محرشف، كيجي احسن بكثير. فما غاديش نطحنو بالروبو، فجربت انني نطحنو بهاد الطحانه هذه وخرج ليا الشكل اللي بغيت. طريقه سهله كيف ما شفتوا، ممكن انكم دوزوه غير في الصفايه، الصفايه هذيك الحمراء اللي معروفه راه موجوده في جميع البيوت، راه كتعطي نفس النتيجه. صافي، غادي نستمر بحال هكا. شوفوا معايا الربيع كيفاش بقى اللون ديالو اخضر، ما كيصفر ما حتى شي حاجه، فقط الا خديتو الربيع من الاول يكون طري مزيان، وحاولوا تنشفوه غير في الظل وخليوه ينشف على خاطرو، ما يعني ما تحطوش في الشمس، راه كيبقى اللون ديالو هكا ما شاء الله، الريحه مركزه فيه. والا درتو في الطياب راه ما نقولش لكم، واحد اللذه كيعطيها سورتو في لي سالاد. غادي نحتفظ به في علبه ديال الزاج، ممكن تخليوه في الثلاجه الا كان الجو سخون، اولا غير في بلاكار الى كان الجو بارد. بالنسبه للثومه، صافي حتى هي راها نشفات، ضروري تكون بحال هكا كتخشخش، ما تكونش يعني لاويه باش ما تغملش ليكم. حتى هي غادي ندوزها في الطحانه ديال المطيشه. هنايا بدلت ليها غير هذيك الصفايه باش تخرجها ليا رقيقه، ما بغيتش نطحنها في الروبو حيت غتخرج ليا بودره، اللي بغاها مسحوقه طحنوها في الروبو، انا بغيتها تخرج ليا بحال اللي كتباع رقائق، هذيك كتجي احسن في الطياب. غادي ندوزها في الطحانه هذه، راها دغيا دغيا كتكملوا الكميه، ما فيهاش يعني شي تعب اللي هو كبير. غادي ندوزها بحال هكذايا، نطحنها بشويه وكتخرج ليا نتيجه اللي هي زوينه صراحه، كيخرجوا رقائق بحال اللي كتباع تماما. فإلا حضرتوها في الدار ما بقيتوش غادي تشريوها نهائيا، شي حاجه اللي نقيه وجدتوها بيديكم مغسوله، ما فيهاش مواد حافظه، شي حاجه اللي زوينه صراحه ديال الدار لا يعلى عليها. صافي، من بعد ما طحنتها كيف ما شفتوا معايا كنحصل على هذا الشكل هذا.
غادي نحتفظ بها حتى هي في قريعه ديال الزاج، وكنخليها غير في البلاكار، ما كيوقع ليها والو، ما كتغمل ما حتى شي حاجه، غير خصها تكون ناشفه، وكنأكد خصها تكون ناشفه مزيان مزيان باش ما كتحجرش لكم. الا كانت ناشفه مزيان ما عمرها ما كتحجر. شوفوا معايا ما شاء الله القوام، اما الريحه راها كتكون مركزه بزاف، وخصوصا الاضافه ديال القشور كتزيد واحد اللذه، وكتكون يعني كونسونطري اكثر من ديك اللي كتكون بلا قشور. واخر حاجه البصله، حتى هي نشفات مزيان، خليتها نشفات غير على برا، دخلتها في الاول الفران حتى برد، ومن بعد خليتها تنشف غير على برا. بنفس الطريقه غادي ندوزها حتى هي في الطحونه ديال المطيشه باش تخرج ليا رقائق وما تكونش مطحونه، كتجي بحال الغبره الا طحنتوها، كتجي بحال بحال التراب، ما كتجيش زوينه. من الافضل انها تكون بهذا القوام هذا، تكون يعني رقائق كتجي احسن. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. هاد البودره ديال البصل حتى هي كتستعمل في الطياب، كتجي لذيذه. غادي نشارك معكم ان شاء الله الخلطه ديال القطبان، ديال الكفته، ديال اللحم. فقط فعلوا الجرس باش هكذا وقت ما حطيت الفيديو توصلكم الاشعار ان شاء الله. وكانوا هادو هما الوصفات ديال هاد الفيديو، كنتمنى يكونوا عجبوكم. وما تنساوش تدخلوا الفيديوهات المقترحه، غادي تلقاو وصفات حيل وتدابير منزليه اكيد غادي تنال اعجابكم.